أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: تسجيل هزتين أرضيتين بالدار البيضاء ومراكش. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. اهتزت مدينتي مراكش والدار البيضاء والمناطق المجاورة لهما صباح اليوم على وقع هزتين أرضيتين شعر بهما سكان وعدد من الجماعات الترابية. وحسب معطيات مواقع عالمية مختصة في رصد الزلازل، فقد سجلت هزة نظرية بقوة 4.0 على سلم ريشتر بالدار البيضاء، وأخرى في مراكش بقوة 3.7، وذلك على الساعة 2 صباحا و33 دقيقة. وجدير بالذكر أن المغرب شهد يوم 8 شتنبر الماضي زلزالا قويا ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة، مخلفا خسائر مادية وبشرية فادحة.